بل الثاني يقول: بعض الجماعة يقرؤون الفاتحة بعد الصلاة على أساس أنها دعاء أو بركة، فهل هذا من السنة في شيء؟ ثم قراءتها مرة أخرى لأرواح الموتى، فما هو الحكم في ذلك؟ أما قراءتها أدبار الصلوات فلا أعلم له دليلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد هو قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وردت الأحاديث بقراءة هذه السور بعد الصلوات الخمس، وأما الفاتحة فلا أعلم دليلا على مشروعية قراءتها بعد الصلاة. والسور التي ذكرناها لا تقرأ على صفة جماعية وبصوت مرتفع، وإنما يقرأها كل مسلم لنفسه فيما بينه وبين نفسه. وأما قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا من البدع، أرواح الأموات لا تقرأ لهم الفاتحة ولا أي شيء من القرآن على أرواح الأموات، لأن هذا لم يرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من عمل سلف هذه الأمة، وإنما هو شيء مبتدع لا في المسجد ولا في غيره، لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في البيت ولا في غيره. وإنما المشروع للأموات الدعاء لهم إذا كانوا مسلمين، الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والتصدق عنهم والحج عنهم، هذا الذي وردت به الأدلة. أما قراءة القرآن لأرواح الأموات أو قراءة الفاتحة لأرواح الأموات فهذا شيء محدث وبدعة.